الوقت الليجة في القاهرة لازم تجرب كاياك في النيل. هقول لكم ازاي وقعت في النيل، بس الاول هقول لكم ازاي تعملوا كاياك في النيل باسعار تبدا ب 100 جنيه بس. رحنا على زمالك كاياك، خدنا المركب وادونا اندكشن، وكانت الاجواء اجواء عالميه زي ما انتم شايفين. مشينا شويه عكس التيار، وزيزو ساب الدنيا كلها وجري ورا الوز والبط. مش طبيعي زيزو، سيب الوز في حاله يا زيزو. ودي يا عم باسل. ايوه شيفو ولع يا معلم. عملت سباق انا وباسل صاحبي وحبيبي. اديني زاويه كده من الناحيه التانية بسرعه. الله الله الله، اوعى ضربه المكداف. واحلى حاجه في التريبه كان الجروب اللي معانا. هنجرب بقى المره دي حاجه جديده. انا غيرت هدومي لان احتمال ان انا اقع في النيل احتمال كبير قوي قوي قوي. فاحنا هنعمل حاجه النهارده اسمها ستاند اب بدل، نقف على الستاند ونبدل واحنا حظنا. عارف لحظات الرعب؟ هي مش رعب، هي ذعر يا صاحبي. عايزه بالانس رهيب، وانا اصلا في حاجات البالانس دي مش احسن حاجه اصلا. هنزل على وشي. بقول لك ايه، انت انزل بقى بمركب جنبي لان الحاجات الصوت كبيره قوي. بدات اتحرك بحذر شديد، وفعلا الاتزان كان صعب جدا. اول ما خرجت للميه المفتوحه الميه سحبتني على طول. بعد كده وقفت باتزان، واحده واحده بدات اخد عليها، لكن من وقت للتاني كنت بحس ان انا هقع، فقال لي اقعد على طول. وبقعد بنفس الطريقه دي وابدا اقف تاني بالراحه واكمل تجديف. الميه والفيو والاجواء كانت جامده جدا، واستمتعت بيها جدا الى حد ما. المياه كانت تقيلة شوية وبمشي ببطء، لأن فعلا كنت خايف أقع في المياه. ومن وقت للتاني كنت بفقد الاتزان تماما وبحس إن أنا هقع، لغاية لما جت اللحظة وقعت في المياه. والمياه كانت متلجة حرفيا، وكانت المشكلة الأكبر هطلع إزاي تاني المركب. لفت على رجلي. هسيب لكم كل التفاصيل في الكومنت، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، دعمكم هو كل حاجة. 100% 100%.